المبادرة أنها نرحب مرة أخرى زملائنا. نعم، مولودية الجزائر، فريق الجمهورية الديمقراطية الشعبية، هو فريق مولودية الجزائر. من السيد حجر جم، نعلن من أرض المليون ونصف المليون من الشهداء، أرض الشهامة والمروءة والكرامة، عن تأسيس المنتخب الوطني الصحراوي الذي بهذا سيفتح باب جديد ومرحلة جديدة للرياضة الصحراوية عموما، وسيجعلها تصل إلى أماكن مختلفة في العالم، وسيمهد الطريق لتكون الرياضة أو كرة القدم الصحراوية تدخل في المنافسات الدولية، وخاصة أن الدولة الصحراوية عضو في الاتحاد الإفريقي، ومن حقها أنها تشارك مثل باقي البلدان الإفريقية في المباريات الدولية، وحتى غير إفريقيا الأصدقاء في القارات ومختلف البلدان، على طريق تجربة جبهة التحرير الوطني اللي كان فريقها ساهم المساهمة الكبرى في نقل كفاح التحريري للشعب الجزائري إلى شعوب العالم. تتمثل رمزية هذه المباراة في كونها مباراة احتفالية بمناسبة إعلان الرسمي عن تأسيس فريق جبهة البوليزاريو الصحراوية لكرة القدم. وكما يعلم الجميع، فإن نادينا فريق مولودية الجزائر لطالما ارتبط بمواقف للجمهورية الثورية والتحررية منذ تأسيسه عام 1921 كأول هيئة رسمية في الحركة الوطنية، وكان ولا يزال ثابتاً على مواقفه التي تكرس السيادة الجزائرية، وموقف الجزائر كدولة كانت ولا زالت تدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها. Agradecer a toda la gente que han hecho posible este momento. Para nosotros es una enorme responsabilidad, es una ilusión muy grande, pero el hecho de que estemos aquí. نشكر الجهات التي ساهمت في هذه المبادرة، وبالنسبة لنا يوم تاريخي وعلى عاتقنا مسؤولية كبيرة، وإن شاء الله سنكون في المستوى. مباراة مثل هذه ستسمح لنا بالتحضير وتحقيق أهدافنا الخاصة بثمان مبارياتنا المتبقية من البطولة، هي فرصة للعب أمام فريق جيد.